بركة الله تنطلق في هذه اللحظة مجموعة من الأبكار في شوطها الحادي عشر وتستمر هذه الانطلاقات اليوم. الشوط الحادي عشر كما أسلفت انطلق في هذه اللحظة ويحمل الأبكار ويحمل في طياته شعارات أبناء الخليج اللي يشاركون في هذا الشوط وفي هذا السباق المحلي التاسع. انطلاقة من شعار محمد بن سعيد بو عامر الخيارين على المركز الأول مع بنت هملول، وأول إذاعة في هذا الشوط أفتتحها مع شعار الخيارين. المركز الثاني سرابة على المركز الثاني، محمد بن حسن بن عيسى بن حمد الكعبي مع المركز الثاني، وغياثي على المركز الثالث، محمد بن مطر بن مطوع الكتبي مع ثالث المراكز، والباسلة على المركز الرابع لطالب بن ناصر المجدور، والمركز الخامس تتواجد شعار فهد لوحة الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. يا سلام، واصلين أهالي الخرسعة، أهالي الخرسعة واصلين واصلين مع راهية فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين مع المركز الثاني. تنطلق تنطلق والعنود محمد بن جابر بن جوير مع المركز الثالث ورابع المراكز مراسيل محمد بن ناصر بن طريبين، وخامسا وصلت حشمة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. أعلنت المراكز الخمس، أعلنت المراكز الخمس. يا سلام يا سلام، هذه غياثي هذه غياثي هذه غياثي على المرتبة الأولى على الصدارة وعلى المقدمة. غياثي غياثي غياثي، لوحة الكيلومتر الأخير. يا سلام، هذه غياثي. محمد بن مطر بن طوع الكتبي المركز الثاني، العنود محمد بن جابر بن جوير، ووصل شعار الهاجري، وصل شعار الهاجري مع الرمز حشر من ظفر. الهاجري انطلق وفاضل يتابعها، يتابع وأبناء الكويت. يا سلام، انطلق هذا الشعار، رمز 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 مع حشر بن ظفر، الهاجري ينطلق. علقت على هذا الشعار في يوم الأمس، في صباح يوم الأمس مع ثروة وفاز هذا الشعار، والآن ينطلق مع رمز وأعلق على رمز، رمز حشر بن ظفر الهاجري. سلام للميدان الملكي هناك، للميدان الملكي ومتابعة بهادي هناك من الميدان الملكي، والسلام سلام لهذا الشعار، شعار حشر بن ظفر الهاجري اللي فاز مع رمز وانطلق مع رمز وانتصر مع رمز. جود ايفنينج لهذا الشعار، جود ايفنينج لحشر بن ظفر الهاجري على هذا الفوز المميز اللي قدمته رمز واهدت الناموس للميدان الملكي هناك بالنعيريه. سلام لرمز ومالك رمز وفاضل اللي يتابع رمز، تهانينا والناموس. راهية بالمركز الثاني، فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، وثالثا روعة محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، ورابعا غياثي محمد بن مطر المطوع الاكتبي، والمركز الخامس شديدة صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة. هذه المراكز الخمسة الأولى، فاز شعار الهاجري، فازت رمز حشر بن ظفر الهاجري، وأهدى السلام إلى الميدان الملكي بالنعيرية محملا على ظهر رمز. 9:29 جزئين من الثانية، توقيت ممتاز سجل مع رمز. أهني فاضل المتابع لهذا الشعار. المركز الثاني راهية على المركز الثاني، هذا الشعار الخرسعة يصل 9:33 10 أجزاء من الثانية، فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، وثالثا 9:34 جزئين من الثانية، روعة لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري، تهانينا والناموس.